ولو بدأنا بالعمود الأول اللي هو الشيخ، هتلاقي النهاردة السيسي جاي يقول للناس احنا في أزمة، قوم احنا، بس نقتدي بمين؟ تقتدي بينا؟ لا، اقتدي بالرسول الأعظم. الرسول كان في أزمة وكان في محنة. نسمع كده شوية محن ديني من عبد الفتاح الديني. فكم من اختبارات قاسية تعين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجتيازها، وكم من محن وشدائد هائلة تعرض لها النبي الكريم وتعرضت لها الرسالة المحمدية، وكم كان الثبات في وجه تلك العواصف الهوجاء عظيما وشامخا بإيمان لا يتزعزع في نصرة الله وعمل مستمر لا يعرف للتواكل طريقا. أولا مبدئيا بسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، عايز أسأل سؤال كده على جنب، يعني هو مين في الإسلام بيكتب الرسالة المحمدية؟ يعني حكاية الرسالة المحمدية اللي طالعين فيها دي، الغرب ما بيؤمنش بالإسلام أصلا ولا بيؤمن بالقرآن، هو مؤمن بالقرآن ده ألفه محمد بن عبد الله، هو الغرب كده يعني، فدايما ما يقولش الرسالة الإسلام، يقول لك الرسالة المحمدية، الدين المحمدي. طيب ماشي، ده الغرب، أوكي، حضرتك أنت مسلم ومؤمن بأن ده مش رسالة محمدية خالص خالص، دي مش رسالة محمدية، دي رسالة سماوية. فنفسي أعرف الحكام بتوع مصر ربنا بيعمل ألبوم مين بيكتب لهم الجملة دي، الرسالة المحمدية. حضرتك إيه يعني، يهودي مثلا؟ حضرتك مسيحي؟ حضرتك مالكش دين خالص؟ ما هو أنت لو أنت التلاتة دول أوكي أنا موافق تقول لي الرسالة المحمدية، لأنك لا تعترف بهذا الدين. إنما لما تبقى مسلم بقى وتقول لي الرسول الكريم والرسالة المحمدية، لا، أنت في حاجة في دماغك غلط على فكرة، أنت عامل زي العبيط لما يستخدم مصطلح غلط. خلينا نسمع تاني كده بس الجملة دي عشان أنا وقفت، هو السادات قالها والراجل ده قالها تقريبا. بص اسمع الراجل ده، نفس الراجل ده، اسمعه. قاسية تعين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجتيازها، وكم من محن وشدائد هائلة تعرض لها النبي الكريم وتعرضت لها الرسالة المحمدية. ايه الرسالة المحمدية؟ محمد جاب، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاب الرسالة، يعني مش من عنده، لا يطلق عليها الرسالة المحمدية، هي بالنسبة لنا احنا كمسلمين هي رسالة سماوية، وان محمد عليه الصلاة والسلام رسول قد خلت من قبله الرسل، ما ألفش رسالة يعني. فأرجو من الأخوة اللي بيركبوا كرسي مصر ما يركبوش دماغنا بقى ويقول مصطلحات الغرب بيقولها. مين الحمار اللي كتب له الكلام ده؟ حمار يقول لك النبي الكريم والرسول الأعظم وبعدين يقول لك الرسالة المحمدية، شيء غريب جدا. بس على كل حال هو جاي النهاردة يقول لك في عسر، لكن إن مع العسر يسر. والله هنعلق اليافطة بتاعت عم بكر البقال دي والصبر مفتاح الفرج والجو ده، يعني أهو هو طالع يقول كده. اسمع، نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله، وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده. إن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر، وأن الله مع الصابرين الذين يعملون صالحا ابتغاء مرضات الله وتحقيق مصالح الناس. وإننا إذ نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام نثق في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة شعبنا الصامد الأبي. أنا طبعا تراني تأثرت، مختار جمعة كان قرب يبكي، أول مرة يسمع الكلام ده. بس بص 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 بص، هو أسامة عسكر قاعد جنبه، وشيخ الأزهر كان المفروض يديله منديل، لأنه الراجل بص تأثر إزاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كلك إيمان، قلبك عامر بالإيمان يا عبد الفتاح. إن مع العسر يسر، والله العظيم أنت افتكرتها دلوقتي. وبعدين جاي تقول لهم لا تثقوا في، إنما خلوا ثقتكم في ربنا، ده على أساس إن المصريين يعني بيعبدوا الأصنام دلوقتي، لا تثقوا فيه، ثقوا في ربنا هو اللي هيعدي بينا الأزمة. اسمع كده، صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار، ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى
هيسدد. هو ايه مين اللي جاب سيرة شريف؟ هو بيقول على نفسه تاني مرضو انه شريف؟ لا معلش من الاول تاني انا سرحت معلش. هو بيقول على نفسه تاني شريف؟ اسمع كده صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله لله وشريف كمان. نفسه تاني تاني يا عبده تاني جاي تبيع المايه في حاره السقايين تاني جاي تقول انك انت شريف وامين ومخلص. ما احنا شفناك يا ابني ما احنا شفنا الشرف والامانه في العقد اللي على كتف مراتك ولا في رقبه مراتك وبنتك وشفنا الطياره بنص مليار وشفنا الاصول الرئاسيه وشفنا السبعين يوم في المصيف ما شفنا عبده. تاني هنقول لي شريف تاني هتقول لي انا شريف وامين؟ انت رايح تخطب؟ ما الجو ده كان بياكله بعض المصريين زمان